الهلال الأحمر على ما يقدمه من أعمال إنسانية، والذي رأيناه حريص كل الحرص على أن يوصل، أن يستهدف الأماكن المستحقة بدون داعي وبدون مطالبة. اليوم أتانا إلى هنا ونحن لم حتى ندعو الهلال الأحمر أن يأتي هنا أو يزورنا، ولكن من حرصهم ومن حرص إدارته والعاملين عليه أن هذا هلال أحمر أخوي إنساني، والشكر والتقدير لدولة الإمارات. تدشن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مجموعة من المساعدات الغذائية للبدو الرحل في مديرية النصاب منطقة الحجر، وجاءت هذه المساعدات تحت توجيهات القيادة الرشيدة في استمرار العطاء لمحافظة شبوه ككل. فنشكر أهل المنطقة على حسن الاستقبال والضيافة.